اي بعد صار يقول قدام العالم انه انا طلعت لانها مجنوني، انا يعني هي فاقدة عقلها، ما بتحمل في الوضع معه من هالحكي. ما يحكي انه شيء يقول مجنوني، شيء يقول من السحر اللي عملوا لي اياه مرته وبنته. كان في مثل الشعوذه او مثل السحر اللي بتعملوا بهي الامور كلياتهم قيدوا، اذا ثبت على واحد فكان كان حكم يستحقه. عنب بلدي بودكاست. معتقدات خاطئة صارت شائعة عند كتير ناس بشمال غرب سوريا، ويمكن كانت موجودة من زمان بكل سوريا، مثل الجن يلي بيلبس الإنسان فبيتحكم بتصرفاته، لدرجة إنه وصلت بالبعض يقول إنه هالشخص ضرب نفسه لأنه راكبه جنة أو ممسوس. هالشيء ممكن يكون بسبب تراجع المستوى التعليمي، وكمان بسبب عدم لجوءهم لطبيب نفسي في حال إحساسهم ببعض الأعراض مثل الاكتئاب أو الأعراض المرافقة لأمراض عصبية والاضطرابات النفسية، ولجوءهم لمراكز ما يسمى العلاج بالرقية الشرعية بإدلب، وعدد المعروفين منهم أكثر من 17 فرع بحارم وسرمدة وإدلب وجسر الشغور وأطمي وغيرها. يا ترى معقول ورقة من شخص بيشتغل بهالنوع من العلاج تاخد فيها المحكمة بشمال غرب سوريا؟ زينة هو اسم مستعار لضيفتنا، عاشت هيك تجربة وضاع حقها، وتجارب تانية رح تحكي لنا عنها بهالحلقة. في 2016 استشهد جوزي تفجير بمعبر أطمي، تميت شي سنتين أرملي. يعني بحكم الظروف اللي أنا فيها، أهلي قبل ما يستشهد زوجي بشي سنة طلع برات سوريا وما في يعني ما في أنا أولادي. المهم تميت شي سنتين يعني أرملي ومشاكل، وإنه بحكم إنه ما في حد حواليتي. أنا بالما أخذ النصبية شو 23 سنة كنت، كان عمري وقتها، قلت بتزوج يعني منه بتم تحت كلف رجال، يعني أحسن ما تم لحاله. تعرفي أنت اللي عنده جوزة ما عم تخلص، ما في جوزة، ما إله بيت، ما إله شيء. يعني شتي نزحنا لهوني واستشهد هون شريف إدلب بالمعمر بالمعبر العسكري. ما حبيت يعني حاولت أني أدخل مجال التمريض أو أقدم بكالوريا وكفي دراستي. أهلي بحكم أنه لحالي وصبي لا أنه لا تعملي شيء وكذا، خلص خليك ببيتك. بعدها إجانا ابن هالحلال، والله عن طريق جماعة يعني دلونا عليه. إجا شافني، هو عنده 7 أولاد، إيه وقت شافني إنه أنا هذا الطلبة وهذا بدي وما بعرفنا الحكي، وأنت أماني برقبتي وما بصير عليك الشيء ورح دير بالي عليك أنت وولادي، بيعمل البحر طحيني. كان عندي صبيان والبنت بعد مجازف، يعني كتير كتير أهلي عاندوا إنه اتزوج، خاصة إنه عنده 7 أولاد من ريف حلب، يعني إنه ما لا أنا من تبنى ولا أنا من تبنى، يعني كل عالم خير وبركة بالنهاية. بطلن يعني بالأخير أنا يعني ما خرجت مع هالوضع، لا بدي أطلع لعنك لا بدي أتزوج. سبحان الله والله بعدين كتب النصيب. بعد تزوجت يا ريت تمينا أرملي أصدق. طبعا الصبيان أخذهم جدا، قال أنا ما بستغني عنهم. يعني قلتلن أنا البنت يعني عندي البنات خط أحمر، ما بتجوز بلا بنت، وأخذت معاي من اللي تعرفي. البدايات غالباً حلوة، بعد فترة بتبلش المشاكل، بس سبب المشاكل بين زينة وزوجها استثنائي، والغريب إنه الحجة جاهزة، حجة ما بتشبه غيرها وكأنها مبرر لكل الأخطاء يلي عملها زوجها وعم يعملها ورح يفكر يعملها بالمستقبل. مو بإيدي، نحن نعملنا سحر. أول شهرين أمورنا تمام، حرام يعني ما في منه. تيجي مثلا تنام بنته عندي دور درتي، إنه ما بدو إنه نام لحالي، كنت حامل جديد هوني منه أول ولد. وبعدها يعني صرت أمراض أعراض سحر، يعني صلي أوقع بالأرض، ما في اسمع قرآن، ما في صورة جوزي أبدا. أي والله هوني هو لما ياخذني أخته كانت مطلعة نور السحر، يعني صار سحر تفريق وما. الله أعلم يعني درتي، لأنه وقت اللي إجا الشيخ إنه سأله مين فات على بيتك، قال له ما في غير ولادي بناتي. بناته كان عمره 12 سنة وحدة 13، قال له في بناتي والجيران، قال له جيران مروا مصلحة. أنا يعني كنت أول سنة لسه بكون بطني، ما بعرف حد بطني، قال له جيران مروا مصلحة ومرتك علي سحر تفريق. سبحان الله أول سنة كتير يعني حرام، ما بدي أظلماني، أخذنا وجابني، ما خلينا شيخ، ما خلينا راقي،
أخلينا حد يكتب علينا أخوان في راقي نروح يقولوا نفس الحكي، مرتك علي السحر كل ما نطيب يرجع يجددوا. ايه والله جبت اول ولد ما في بعد 3 شهور صرت حامل بالثاني، لك ما بدنا اولاد يا ابن الحلال. الي لا معلش انا بدي اياك وانا ما بدي اشريك وانا ما بحكي. جبنا الولد الثاني على نفس الوضع. ايه يعني مشاكل كثير يعني صار هوني، يعني بلش شوي شوي مثل انه يمل، لا بقى يصرف علي لا بقى يتعرف علي، ضرب بقتل والله العظيم يضربني ضرب ما بالعقل. أول مرة كنت حامل إيش 6 شهور يقعد فوق يضربني على وشي حكي زفر، يعني كتير كتير. أنا من يومي يعني من أيام ما تحبيت إني أطلق، بس قول يلا معلش بدي أصبر بدي أصبر، ما في رجال إلا هيك. بس هو كتير يعني كمان أسباب إنه مرته ولاده بنته ما بعرف شو قايلت لها مثل إنه جكر أو هيك، شفتي ضراير يعني ضرب إنها ما بطيق الضرة. أمني كلمة مني كلمة علي أنا وبلش ضرب فيني. وقت كنت حامل بابني 6 شهور يقعد يقول لك عم بنزوف لك ماشي منزلت لك راح ولد طلعت الله يعزيك برا ولا في 2 زبارين الله يعزيك. قامت لهم وين المخفر؟ بس دلوني على مخفر على محكمة. قام لي واحد أنا مشي وراي لحتى أوصلك. الشاب هاد سمعان صوتنا كله لبرا، وصلنا ووجهي كله مشوه من القتل. رحت على المخفر فورا اخذوني على المشفى، عملوا لي تقرير طبي، طلعنا دوري جبنا واجينا على المخفر. عملوا شو سبب الخلاف؟ اول شيء نكر. قلت له بسبب يعني بنته صارت ترمي فتن وبلا هيك وهيك هيك صارت تحكي. انا عم بسال سؤال عادي وبلش فيني. قام هون انه ايه قال ايه هذا اللي صار دي بالمخفر دي بسحب الشكوي. قال لي يلا بسحب عنده بنات حرامات ما بده يضره. ايه قلت له بس يكتب تعهد ما يضربني. ايه من بعد حتى بعد ما سحبت الشكوي انه هيك مشان يربوه حطوه بالسجن 3 ساعات بعدين طلعوا. اوقات كن انا وياه مثلا بالدانة على الميتور رايحين عند قرايبيني مثلا، الله وكيلك مرتين ثلاثة زتني بشوارع الدانة الساعة 1 بالليل وزتني مع الميتور وحمل حاله مشي. كانت مرته بعثت لي حكي اشكال الوان، جيت عم اقول له يعني ليش ما بتحاكي يعني لايمتى تم انا صابره الا ايه فرضا ظلمناك اصبري. قلت بس انا ما اجي دقيت بابك، انت جي دقيت بابك، انا تجوزتك انستر ما انفضح، انت جاستي منك صارت فضيحه. ايه ما يرد الي هاي مرتي ام ولادي. اقول له انا كمان مرتك ام ولادك. وقتها والله عارف نزتني بارض بالشارع قدامه وحمل حاله راح التمت عليه وقت العالم. حدا عم بيصدق إنه الأذى يلي عم تتعرض له زينة هو من قبل زوج، والمصيبة مو هون، المصيبة إنه صار الادعاء بجنون زينة وكونه ممسوسة وعليها سحر مثل ما عم بتقول يخلص زوجها حتى من المسائل القانونية، وبالاعتماد على حكي الرقاد يلي شخصوها بالجنون وإنه فقدت عقلها بسبب المس والسحر. لا طبيب نفسي ولا عيادة عصبية، خلص بهالبساطة تم التسليم إنه غير كاملة القوى العقلية، وكلامه لا يؤخذ على محمل الجد. وبهالطريقة بلش يضيع حق زينة. طلع إجا لعندي قلت له أنا سجنتك طلقني، يعني ما بناسبك وحدة سجنتك، في رجال مرته بتسجن وبطلع برجع لعندها. قال أنا بعرف هذا الشيء وأنا بإيدي. قلت طيب والضرب اللي ضربتني بإيدي لكم؟ لك طلقني ما بطلقك. الربع خدي والله يلي إذا بدي طلقك بشوش لك وجهك وبقول إنه هالمرة مجنونة كمان ما حدا ياخذك بعدين. والله بالحرف مو في. أنا وقت اللي تزوجنا وقتها هو اللي حط 100 غرام دهب متأخر، كان يهني كان كاسرين ظهر يعني. صار يقول لي تنازلي طلقك. قلت لا ما بتنازل، أنت عم تعمل هذا الشيء عشان يعني تنازل، بس ما راح تنازل. بعد فترة يعني كثير زاد مشاكلي معه. سجلت له تسجيل كفر، كان عم يكفر، سجلت له صوت قلت خليه بيلزم. بعد فترة ضربني، ما ضربني دماني، صار الدم يكب من انفه وتمه. اخذني على باب المشفى، زتني على باب المشفى الساعة 8 المساء وحمل حاله وراح. فت والله على المشفى الدكتور ما رضي يكشف علي. قال لي مين مختص بك؟ قام في جوزي. قال لي مستحيل انا في حد معتدي عليك، يعني مستحيل هالضرب مو ضرب جوز. قال روح على المخفر كتبي ضبط وتعالي لعنا وتعملي تقرير طبي وبعدها شو بدك نحن جاهزين. اطلع لي اطلع اشتكي بالمحكمه، المحكمه كلهم كلها بتعرفوا في يعني له معارف بالمحكمه، شو يقول لهم؟ انه هاي المره ما بوعيها من السحر وما ياخذوا بكلامه. رجعت حاولت رفعت عليه دعوه نفس الحكي، يعني يقول لهم انه هاي المره ما انا بعقلها من السحر اللي نحن فيه.
والله حملت حالي ورحت على المخفر قلت لهم هيك على هيك، واجيت عملت تقرير طبي اعطيتهم مقطع الصوت اللي كنت مسجلت له اياه على المخفر استغفر الله. وبعد شيء اسبوع اخذته دوريه وسجنوه وتم شيء شهرين. القضاء سجنوا الشهرين كرمال الكفر ما كرمال ضربه. في تقارير طبيه خلنا خلص انه انا مجنوني يعني. طيب انا مجنوني، طيب هو اللي ضربني، لو انا ضربته ببين انه انا مجنوني صح، بس هو اللي عم يضربني. بالرغم من كل اللي عمله زوج زينة، سامحته أكتر من مرة، فكرته أنه بيحبها لهيك عم يتودد لها ويطلب السماح، بس طلع خايف يدفع المتأخر يلي كاتب لها بعقد الزواج. وما كفى كل اللي عمله، صار بده يحرمها من حقوقها بالنفقة بعد الطلاق بنفس الحجة: أنت مجنوني. هذا غير عدم إنصاف القضاء إلها وانحيازه للزوج لأسباب غير مفهومة. ما انسجن بأسبوعي بعت لي رسائل ورقية مع العالم اللي تطلع أنه تعي زوريني، أنا ما بستغني عنك، أنا ما بعرف شو، أنا بحبك ومن هالحكي. كنت رافع على دعوة الطلاق، وكلوا لي أهلي محامي أنه خلص يعني للطلاق وصلت بيناتنا. بعد ما بعت لي رسائل وهيك رحت أنا بحبك، أنا بدي إياك، يسقط الدعوة اللي بدي إياك بصير وما بعرف شو من هالحكي. أنا طيب سحبت الدعوة بدون ما يعرفوا أهلي يعني سووا قلبهم علي أنه شلون هيك أنت عملتي، نحن نخلص منه من مشاكله وضربه لقيك وانت هيك تروح تسحب الدعوة بديك ترجعي له. تقل قلبنا عليا اتمشى شهرين مسجون، طلع من السجن لعنده. هون العالم استغربت يعني انه كيف انت من السجن لعنده دور سجنتك وعساس ابنه مجنوني مثل ما عم تحكي وما بعرف شو. قالت المرة ما فيها شيء وكل ما نزيد مشاكلنا. والله صار مشاكل قبل وقفة رمضان، شيء كان من هار كان ضاربني يعني يدوس على راسي، بعد شو يقعد يبكي اللي ما بايده. بعد كم من نهار ليلة رمضان إجا على البيت وبلش ما خلى كلمة. قلت له الواحد بيفوت بقول السلام عليكم رمضان كريم، يعني بترجع جو شوي البيت وما في يعني ما أنا عملت لك شيء حتى إنك هيك تحكي. قالت تنازلين على المتأخر مشان طلقك. شو بتنازل؟ والله ما في. خلال ساعة جاب شهود تنازلت له على 100 غرام ذهب. قال تنازلي على المتأخر. قلت له بتنازل لك على المتأخر مقدم مقابل بنتك، أنا ما بعطيك البنت. حلف علي يمين طلع وحمل حاله وراح. بعدها صار يقول قدام العالم انه انا طلعت لانها مجنوني، انا يعني هي فاقدة عقلة ما بتحملت الوضع معه ومن هالحكي. ما يحكي انه شيء يقول مجنوني، شيء يقول من السحر اللي عملوا لي اياه مرته وبنته. والله في عالم تقعد معايا يعني وقت تقول لهم انا فلاني كان اخدي فلان يستغربوا، يقول لهم مستحيل هديك فاقدة عقلة انت ما شاء الله عنك. قال لهم والله هيك عم يحكي علي. هني هو شو يقول انه لا مرض نفساني لا سحر. قلت له تمام، بعتوني على طبيب شرعي على راقي هني من المحكمة. قال المرة علي سحر وأنا كنت عالجة مرة، أخذوني كمان على دكتور نفساني عن طريق أمه. دكتور كانوا ثلاثة، حكيت لهم كل وضعي أنا وياه. قالوا لي أنت ما فيك ولا شيء ولا حتى بعاز الدواء. الدكتور نفساني قال لي ما بيعترف عليها، قال لي حتى إذا أعطيتك ما بيعترف عليها بالمحكمة، قال لي إلا بالطوابة الشرعية بإدلب، هني طوابتهم الشرعية بإدلب. ايه والقاضي أخذ أني خلص أنا تنازلت عن المتأخر، بس ما أخذ بالأسباب. مو لازم تأخذ بالأسباب، قاضي بيعرفهم قريب أبوه. وعلى فكرة أنا ماني أول كني عندهم بتطلع، أنا رقم 6 بتطلع عندهم. إني بدهم المرأة حاشاك مثل الحيط، يضربوا ويقتلوا وإن ما طعموا عادي وإن ما جابوا للبيت عادي أنت مساكتي شو ما عملوا معك مساكتي هيك بدهم. هلأ عم بعتلي رسائل إنه بدي إياك وبتحبيك وأنا ما بستغني عنك. قلت له بتحبني ليش طلقتني؟ لك أنا يكتب تعهد إنه ما يضربني يصرف علي ومثلي مثل أي مرأة، يجيب لبيته ويقدم ويدير باله على أولاده وعليه، أنا ما عندي مشكلة. أما غير هيك لا، ومستحيل هو يصير هيك. هلأ عايشة أنا وولادي الكبار، أخذتهم من جدنت، أنا طلقت وأخذتهم يعني عايشين عنده ومع بنته لا طليقة. البنت اللي منه النفقة بيعطينا كل شهر 15 دولار، 15 دولار شي 300 تركي مثلا تقريبا. إيش بدها تكفي بنتي على الحليب؟ إذا كل 3-4 أيام بدها ب4 دولارات ونص حليب مع العفو والحفوضات. اقسم بالله العظيم اوقات بقطع عم بوز ولادي وبجيب له وبسجلت له فواتير وعم صور له فواتير انه بعض يعني جزء يعني كمان اخطاي ولادي ايتام ما بيرد له بيصير بقول يلا معلش فيه الله كمان هي طفلي يعني شو بدي ساوي عمره 7 شهور. ايه وقالت لي انه اقدم فواتير شيء بيدفع شيء ما بيدفع. طيب ايه وبعدين في فواتير عندي انا خير الله ما دافعهم ولا ما اعترف عليهم. قلت له بدي تم يعني طالع الفاتي على المحكمه. والله كمان يعني مصيبه، جيب لبنتك حليب لا تلجأ للمحاكم، انت بتعرف بنتك حليب كل 10 ايام زدت لها 2-3 حفوضات.
بتمنى بس عيش أنا أولادي وبأمان وسلام، ما بدي شيء وبلا ما أخذ ما أعتاز حدي أبدا ولا من إيدي لحدي لا أطلب من حدي. هذا اللي بتمناه من ربي. أنا بنصح كل أرملي ما تتزوج، تربي أولاده ومعليش تصبر وتتحمل، إذا بتاكل خبز يابس تحمل لا تتزوج. فلان دي تزوج إيرا، شوف الأرامل، شوف لك شيء أرملي ويصرنا سلعة. جوازنا توفيت واستشهدت وهني ولا عبالهم. الحل أكيد مو هو عدم الزواج مرة تاني بعد وفاة الزوج، لأنه مو كل الأزواج مثل زوج زينة، بس المشاكل اللي صارت معه ما لازم تتكرر مع امرأة تاني. الطب الشرعي بهالحالة يا ترى شو موقفه؟ والحكم القانوني لما يسمى بالرقية الشرعية والراقي الشرعي شو هو بشمال غربي سوريا؟ وكيف ممكن اللي مثل زينة يسترجعوا حقهم لما ينحطوا بنفس الموقف؟ حكينا مع المحامية هدى بإدلب وسألناها هالأسئلة لتشرح لنا بالتفصيل الطريقة الصحيحة للتصرف بهيك مواقف. الرقية الشرعية، الموجودين كل اللي بيعملوا رقية شرعية أو بيتخذوا هاي الأمور طلبوا تقريبا مثل اجتماع عن منعوا كلياتهم من مو الرقية، كان في مثل الشعوذة أو مثل السحر اللي بتعملوا بهاي الأمور، كلياتهم قيدوا. إذا ثبت على واحد فكان يعني يحكم حكم يعني حكم يستحقه، ولكن بقي الرقاة. وفعلا الرقاة الشرعيين مثل الصافي عنده الرخصة، رخصة شرعية في هاي الأمور، فهو قدر يثبت أنه إذا واحد مس، لأن في هاي المناطق هم بيقولوا أنه في مس وفي ما شابه ذلك، ونحن كلنا ما فينا ننكر وجود الجن أو ما فينا ننكر مثلا تأثيرا على الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن في هاي المناطق هون إذا يقدر يثبت أنه هي فعلا ملبوسة أو هي ممسوسة أو هي عم تضرب حالة، يعني مثلا هي فيها تقول أنه لا، ما هو بتجيب شهود، بتجيب الجيران، بتجيب يعني هي أمور سهل إثباتها. سهل أنا أقول أنه ما أنا ما عم أضرب نفسي، فلان عم يضربني، ليش في فلان وفلان، في شهود، في تسجيل صوت، فيها كانت تصور بالهاتف مقطعة يعني بالضرب، فيها كانت تستعين بأحد أولادها إذا هي عندها أولاد أو شيء، يعني هاي الأمور ما كتير صارت صعبة. إبطال هذا الزيف أو هذا الكلام ما صار بالأمر الصعب، فهي كان فيها أنه تثبت أنه هو فعلا حقيقة عم يضربها. بالنسبة للطبابة الشرعية كتير صار فيه لوث بالموضوع، أنه هذا الطبيب عطى تقرير طبي، لا هذا الطبيب ما بيعطي هذا الطبيب، فصاروا لحد الآن أنا عندي دعوة مثل هاي الدعوة المماثلة اللي عم تعمل تسكيليها، فصارت المحاكم ما تعتمد غير تقرير من الطبابة الشرعية المؤلف من لجنة فاحصة، لجنة مؤلفة من ثلاثة أو من ثلاثة بتوصل أحيانا لسبع أطباء بيفحصوا هذا المريض، وهن بيأثبتوا أنه هذا المريض حقيقة معه مرض نفسي أو ما معه مرض نفسي، هل هو مسؤول أو غير مسؤول، أم هل هو مسؤول وغير مسؤول في بعض التصرفات، مسؤول وغير مسؤول. هي فيها شغلة كتير بسيطة، أنا في عندي موكل ما أكلت ما فيها نص ساعة على الطبيب الشرعي، طلبنا له أو شيء قدمنا له طلب، بعدين أعطونا موعد بيوم محدد، رحنا عرضنا على الطبيب الشرعي وجبنا يعني خلص تقرير طبي بحالته أو بوضعه، هذا التقرير الطبي ما بعده أبدا كلام، يعني خلص هذا تقرير من لجنة أطباء وخصوصا من الطبابة الشرعية، لأن بقول لك هذا دكتور خاص كتب تقرير كذا، أو هذا شاف مريض مثلا وعطى تقرير للثاني، أو صار تزييف مثلا بالهواء، يعني عشتي هلا الأوراق الثبوتية أو كذا ما كتير مضبوطة عنا، فخوف من هاي الأمور كلياتها صاروا ما يقبلوا غير بتقرير طبي من الطبابة الشرعية. الطبابة الشرعية في لجنة مؤلفة من ثلاثة حتى سبع أطباء بيعطوا تقرير نظامي دقيق بحالة المريض أو المريضة، فموجودة بإدلب، يعني الوصول لها شغلة كتير سهلة، مو إنه بهاي الأمر الصعب، إنه هي فيها تثبت إنه أنا معافية، أنا عم بتعرض بجوز لضغوطات نفسية. هلأ نحن في عنا مرض الذهان الاكتئابي، هو مسؤول وغير مسؤول، كلياتنا عشنا في زمن الحرب، في الضغوطات النفسية، بالأمور اللي عم بتصير معنا عم بتخلينا أحيانا نفقد سيطرتنا، ولكن هذا مو معناها أنه نحن غير مسؤولين أبدا عن تصرفاتنا، بيخرج من الإنسان أحيانا تصرف غير مسؤول عنه، ولكن هي فيها تثبت بشغلة كتير بسيطة، بأمور كتير بسيطة، تقرير طبي من الطلبة الشرعية أنا لست مريضة.
أنا فيني أدخل على رئيس النيابة أو رئيس المحكمة. عن جد كتير أمور بتصير، وأحياناً قضاءنا شوي بيكون فيه مثلاً انحياز أو فيه كذا، ولكن لما نحن ندخل على رئيس المحكمة أو رئيس النيابة عن جد بيسمعوا بصدر رحب. يعني أنا أكثر من موقف صار أمامي، رئيس النيابة أو رئيس المحكمة بيسمع بصدر رحب وبياخذ قرارات صارمة بهذا الموضوع. أصلاً القاضي ما بصير يقضي بين اثنين مثلاً، أو ينحاز بنظرة أو بابتسامة، فما بالك ينحاز بقرار. هذا بالنسبة للقضاء. فيها تدخل على رئيس النيابة أو رئيس المحكمة، ما في أي مشكلة، قدم طلب من الديوان وبدخل على رئيس النيابة، بدخلوا له الطلب يوقع عليه وبتدخل فيها وبتحكي بكل أريحية. وصدق الله في قضاء تنشاله من أماكنه بسبب، نحن ما رح نقول فساد، ولكن رح نقول في أخطاء، ولكن كانت الأخطاء كبيرة شوي، فنشاله من أماكنه. فنحن بما أنه في سلطة وفي سلطة أعلى، ففينا نحن نلجأ للسلطة العليا، عم تاخد قرارات حكيمة وحازمة بنفس الوقت. يعني عم تعطيهم درس لغيرهم، انه مثلا عم تتبع اسلوب انه انا عم ربي مثلا شخص، عم ربي مثلا مجتمع بشخص واحد. يعني نهائيا عم تعمل فصل مع تحقيق، مع يعني امور، يعني لما بتلجأ للسلطه الاعلى. هاي بالنسبه للقضاء اذا فعلا هي عم بتقول انه هو من حياء منحاز لشخص معين او لانسان معين. بالنسبه للنفقه، بسبب انتشار البطاله مثل ما بتعرف، خصوصا نحن هون عنا الاسعار بالنار والامور كلياتها، والامور المعيشيه صايبه كتير صعبه، وانتشار البطاله، لذلك ما عم يحاولوا يفرضوا نفقه كبيره على ولي الامر او على ولي الطفل، حتى ما يضطر لا سمح الله مثلا للسرقه او للسطو او ما شابه ذلك، او يرجع لمناطق النظام. فعم بيحاولوا يخففوا عنه قدر المستطاع. احيانا بتوصل لخمسين ليره، 50 ليره تركي انت هلا روحي جيبها، ما بتجيب طبخه نهار ابدا. الحاله اللي نحن فيها هون، يعني اذا العيله منيحه دوبة تجيب لها خبز وسطر لبن، يعني ما في. فاحيانا القاضي عم يضطر بيحكم 50 او 100 ليره، 150 اذا ولد مرض ما بتكفي دواء، ما بتنحكي الواقع. ولكن هم ليش عم يلجأوا؟ عم بيخافوا من الاب، كثره البطاله عم بتاثر على الاباء. فمشان ما يكون نحن مثلا بشيء بسيط، هلا الام لما عم تتخذ قرارها وبتقول انا بدي حضانه الولد او كذا، يعني بيكون علي العبء الاكبر او المسؤوليه الاكبر امام الطفل وامام القضاء وامام نفسه، انه عم بتشيل شيء زياده عن طاقته. يعني مثلا بيقول له مثلا طفل مرضان كان بالمشفى بده دواء، بيخلي القاضي اعطيت مثلا حكمت لك ب 200 ليره، طيب 200 ليره انا فاتوره مشفى، يعني مثلا أنا احيانا حتى تصل ل 100 150 دولار اذا مثلا ولد مريض او كذا. أنا 200 ليرة بتقوله خلاص خود الولد وخود 200 ليرة مع البنتية. الطريقة صارت واضحة لإثبات الاعتداء، بيتاخد بحكي الشهود، وضروري نلجأ للطب الشرعي لأنه التقرير من لجنة الطب الشرعي قطعي. ولما نشعر بانحياز القضاء فينا نلجأ لرئيس النيابة والشكوى لعنده فوراً. مع أنه الانحياز بهالقرار للرجل بحجة عدم التحريض على الطلاق من قبل القضاء موجود للأسف ومستمر، أما بالنسبة للنفقة القليلة اللي عم تنفرض على الرجل فهي مشكلة أكبر ولازم تتعالج بأسرع وقت لحتى ما تتكرر معاناة زينب وتستمر مع نساء غيرها. خلصت هالحلقة من بودكاست من جوا، بس لسه في قصص كتير مخباي. إذا حابين تسمعوها استنونا بالحلقات الجاي. فيكن تسمعوا الحلقات من خلال موقع عنب بلدي بودكاست، أو عبر منصاتنا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود وستيتشر. كنت معكم أنا سكينة المهدي من عنب بلدي بودكاست.